إذا نكمل واش كنا نحكيو، كنا نحكمو هذه كوس تيتا تساوي واحد على اثنان. نروح بالآلة حاسبة ندير شيفت نضغط على كوس باش تولي لي هذه كوس موانزا اللي هي الانفيرس، ونكتب واحد على اثنان اللي هي نصف، نكتب 0.5. راح تخرج لكم اللي راح عنده الآلة حاسبة بالدرجات راح تخرج 60، واللي عنده بالراديان راح تخرج له بي على 3. صح؟ بصح شوفوا معايا يا جماعة، راح ندير الدائرة هنايا باش تفهموا. شوف هنا عندي الزاوية تيتا، في الأسفل راح تكون عندي الزاوية ناقص تيتا. راح نكتب هنايا، شوفوا معايا هنا أنفصلها ناقص تيتا، يعني هنا راح تجيني بي ناقص تيتا، وهنا أنفصلها زائد تيتا، يعني هنايا بي زائد تيتا. هذا واش لازم تحفظ. حنا تفهمنا باللي هذا راح يمثل لي الاكس يعني الكوسينيس ولا الجزء الحقيقي، والاخر يمثل لي الجزء التخيلي. بون نمحي لي هذا الخط. شوفوا معايا هنا الكوس هنايا واش به موجب والسينيس سالب. ها هي الكوس موجب، رانا هنا في هذا المكان هذا، خاطش علاش هنايا في هذا الخط هذا يكون عندي كوسينيس موجب، اما سينيس سالب راني في هذا المكان هذا. حنا كي حسبنا بالآلة الحاسبة واش لقينا؟ لقينا بي على 3. شوف كي ندير لنا هذا الشكل هذا وين طحنا؟ طحنا في ناقص بي، إذا هنا راح لازم نزيد لها ناقص، ما نساش زائد 2 كابي. مثلا يا جماعة نديرو مثال آخر، كون خرجت مثلا كوس تيتا هي مثلا ناقص جذر 3 على 2، وخرجت لي سينيس تيتا ممكن نديرو حتى ناقص، ماشي مشكل، ناقص واحد على اثنان. تديو كيما نقولو هنايا باش ما تدوخو مواد، ندي سينيس نصف مباشرة، نروح بالآلة حاسبة ما نديهاش في هذيك الناقص هذي، ندير شيفت سينيس نصف، راح تخرج لي بي على 6. إذا تكتبو نتوما كيما هاكا تيتا تساوي بي على 6، من بعد هاد الدائرة ترسموها في المحاولات وتشوفوا الكوس سالب وين راه، ها هو هنا في هاد البلاصة هنا. نديرو بالاحمر باش يبان احسن، ها هو سينيس سالب وين راه؟ ها هو في الاسفل. علاش غلقنا؟ غلقنا على بي زائد تيتا، اذا هنا راح ندير بي زائد واش صبنا بالاله حاسبه ما نساش دو كا بي. هادي كي نوحدو هنا المقام راح تعطيني 7 بي على 6. فهمنا هاد الجماعه هادي الفكره هادي ببساطه. إذا نكملوا في التمرين تاعنا. صيبون لقينا ناقص بي على 3، إذا راح نكتب زاد 2 تساوي الطاولة اللي هي 2، نفتح العريضات نتاعي كوس لقينا ناقص بي على 3، ما نكتبوش هذيك 2 كابي زائد إي، وعندي أيضا سينيس ناقص بي على 3. هادي كي نكتبوها على الشكل الأسي تعطيني 2 أسية، عندي ناقص إي بي على 3. سي بون جماعة الخير؟ ها؟ وي سي بون شا. إذا نشوفو من بعد واش قال لي؟ اكتب زاد 1 وزاد 2 على الشكل الجبري. بون راح نمحي هذه منا. عادي نكتبو زاد 1 وزاد 2 على الشكل الجبري. ها زاد 1 على زاد 2 واش تعطيني؟ زاد 1 اللي هي 1 زائد اي، والاخرى 1 ناقص اي جذر 3. الان دائما كي يكون عندي كسر على هذا الشكل راح نضربو في المرافق، المرافق نتاع المقام. واش هو المرافق؟ دائما يا جماعه قلنا نعكسوا العدد التخيلي تاع المقامه، كما هنايا كي نعكسوا الجزء التخيلي راح يولي لي زائد اي جذر 3، كما ضربنا في الاسفل لازم نضربوا في الاعلى هكذا باش ما نغيروش المعادله نتاع. الان لاحظوا معي باللي هذه راها من الشكل ا زائد بي ولا ا ناقص بي في ا زائد بي، نفس المبدا، وهذا جداء شهير
اللي هو A مربع ناقص B مربع. مربع. إذن راح تعطيني واحد مربع اللي هو واحد ناقص، راح نكتبها لكم دوك من بعد نتسولفوا. البي هنا وش راه هو البي؟ هو اي جذر ثلاثة مربع، صح؟ ومن الفوق ننشر عادي، نشرو راح نبديو بهذاك الواحد، الواحد نضربوه في كامل تعطيني واحد زائد اي جذر ثلاثة، تبقى لي من بعد اي، اي في واحد اللي هي اي، وإي في إي جذر ثلاثة، إي في إي ناقص واحد، وتبقى لي جذر ثلاثة. أستاذ. نعم. في المقام علاه ما درناش ديريكت أ مربع بي مربع؟ أ مربع أنا دايرها. برك أنا بغيت نقول بي مربع مازال ما نحسبها. إيه باش نفهمكم هذا معنى. الآن إي مربع واش هي؟ إي مربع هي ناقص واحد. ناقص واحد. وجدر ثلاثة مربع اللي هي في ثلاثة، صح؟ هاي واحد ناقص تولي لي هنايا واحد في ثلاثة صح ثلاثة، ناقص في ناقص اللي هي زائد، تولي لي واحد زائد ثلاثة اللي هي أربعة. سيمون حصلت في الأسفل على أربعة. من بعد من الفوق واش عندي؟ عندي واحد ناقص جدر ثلاثة، نجمع التخيلي مع التخيلي والحقيقة مع الحقيقة، نخرجوا إي كعامل مشترك، وهنا شحال راح يبقى لي؟ واحد زائد جدر ثلاثة. علاش؟ لان الاي هذا يبقى لي منها واحد، واي جذر ثلاثة راح يبقى لي منها جذر ثلاثة. الان هذا هو زاد واحد على زاد اثنان. من بعد واش قال لي؟ ثم الشكل الجبري ثم الاسي. فهموا معايا يا جماعه، انطلاقا من هذه الكتابه هذه ما نقدروش نوصلوا للشكل الاسي، راه امبوسيبل. اذا واش لازمني؟ لازمني نطبق الخواص نتاع الأسية. واش عندي؟ روح نكتب زاد واحد على زاد اثنان. حنايا بينا زاد واحد كيفاه نكتب على الشكل الأسي، هايك اللي هي جدر اثنان أسية اي في على أربعة، صح؟ وزاد اثنان واش لقيناها؟ ما هي إلا اثنان في أسية ناقص اي في على ثلاثة. إذا واش راح تبقى لي؟ راح تبقى لي جدر اثنان على اثنان، نكتبوا الأسية ندير اي ونفتح قوس. بي على أربعة من ذكرها في الفوق راح تقعد لي بي على أربعة، وناقص بي على ثلاثة كي تطلع عليها راح تولي لي زائد بي على ثلاثة. كنتيجة نهائية جدر اثنان على اثنان أسية إي. هنا راح نوحدوا المقام اللي هو المقام موحد اللي هو 12، راح تولي لي هنايا نضربوا في ثلاثة، تولي لي هنا ثلاثة، هنا لازم نضرب في أربعة، تولي لي ثلاثة بي زائد أربعة بي اللي هي سبعة بي على 12. هذا هو الشكل الأسي نتاع زاد واحد على زاد اثنان. شيخ معليش تعاودها، هذه ما قبلتهاش. وين فلت؟ من لهنا؟ من البدية، من البدية. ما عرفتش كيف نخرجت هذيك الثنين هذه. واش من اثنين؟ هذه هنا؟ هنا هنا. هذه هنا؟ لا تحت لتحت. ومن راه بادي السهم؟ السهم تاعك ولا تاعي؟ تاعي. أجلس نعم هذه. شوف هنايا ما شوف ما درت والو هنايا، عوضت فقط. ها نعاود نحيها، نعاود ماشي مشكل. هذه زاد واحد شكل أسي تاعها واش لقينا؟ ها هو الفوق. ايه هو جذر اثنان أسية اي بي على أربعة. ايه زاد اثنان واش لقيناها؟ ها هي اثنان أسية اي بي، عفوا ناقص اي بي على ثلاثة. صاي فهمتها هذه؟ صح. من بعد واش درنا؟ بما ان هذا كسر هاني قسمت جدر اثنين على اثنين خليتها وحدها، ومن بعد خدمت الاسيه. هذه الاسيه راه نخليها، وهذه الاسيه اللي راه من تحت كي نطلعها الفوق ينقلب يولي موجب. ممكن نصبر نديروها ببساطه باش تفهموها. هاي اي بي على أربعة، كي نطلع هذيك الأسية واش راح تولي لي؟ أسية زائد اي بي على ثلاثة. بما أن هنا عندي أسية أسية راح يعطيني الجمع، يعني شفنا هذه في الدواء الأسية تعطيني الجمع. بما أن اي مشترك ها نخرجها كعامل مشترك، تولي لي بي على أربعة زائد بي على ثلاثة. هذه كي نوحدوا المقام، مقام موحد هو 12،
قلنا تعطيك 4 3 بي زائد 4 بي اللي هي 7 بي. هذا ماك سي بون وي سي بون. لاحظ اذا راح ماشي مشكل. اذا راح نكتبها هنا ونمحي هذه ونكتب الشكل اسي هنايا باش نحتاجوه. جدر 2 على 2 اسيت اي 7 على 12. من بعد واش قال لي؟ قال لي استنتج القيمة المضبوطة لسينس 7 بي على 12 وكوس بي على 7 بي على 12. دائما يا جماعة راكم تلاحظوا دائما كي تشوفوا ألف باء جيم فهموا باللي السؤال عنده علاقة باللي قبله. شوف ديجا احنا خرجنا هذه 7 على 12، هذه زاد 1 على زاد 2. كون نكتبوها على الشكل المثلثي واش راح تعطينا؟ يعني نعكسوا العملية. راح تعطيني كوس الزاوية اللي هي 7 بي على 12 زائد اي سينس 7 بي على 12. بون خلينا ننشرو هكذا باش تجيكم سهلة. جدر 2 على 2 كوس 7 بي على 12 وجزء التخيلي راح نكتبه بلون مغاير هاي زائد اي نكتبه بلون مغاير هو جدر 2 على 2 سينس 7 بي على 12. صحيح هو راح يحتاج القيمه المضبوطه. عاودوك شوفوا يا جماعه واش راح ندير. هذه زاد 1 على زاد 2 على الشكل المثلثي، اسفلها راح نكتب زاد 1 على زاد 2 على الشكل الجبري. ها رانا صبناها من قبل واش هي راح نفرقهم. راح تعطيني 1 ناقص جدر 3 على 4 زائد اي نكتبوها بلون مغاير اللي هي 1 زائد جدر 3 على 4. الآن ما عليكم إلا ديروا مقارنة. مقارنة الحقيقي مع الحقيقي يساوي التخيلي مع التخيلي. إذا واش راح نستنتج؟ نستنتج أن جدر 2 على 2 كوس 7 بي على 12 واش راح يساوي؟ ما هو إلا 1 ناقص جدر 3 على 4. أما التخيلي اللي هو جدر 2 على 2 سينس 7 بي على 12 واش راح يساوي لي؟ التخيلي اللي هو 1 زائد جدر 3 على 4. اذا هنا نستنتج القيمه المضبوطه تاع كوس. بون نكتبوها بالاسفل كوس 7 بي على 12. بما ان هنا عندي راه مضروبه في جدر 2 على 2 كي نديوها هنا عندي ضرب وعندي كسر كي نديوها للطرف الاخر راح يولي لي بالمقلوب. يعني تولي لي في 2 على جدر 2 نفس المبدا. هنا عندي ضرب وعندي كسر كي نديه للطرف الاخر راح يولي لي بالمقلوب على الشكل الاتي. اذا مباشره راح تولي لي 2 في 1 ناقص جدر 3 على 4 جدر 2 والاخرى سينيس 7 بي على 12 وهذه هي القيمة المضبوطة اللي راح يحوس منه 1 زائد جدر 3 على 4 جدر 2. ممكن هنا تختزلوا هذيك 2 هذيك ممكن نمحيوها 2 هنايا 4 راح تولي لي 2 هنا تولي لي 2 وهنايا 2. فهمنا يا جماعة هذه القيمة المضبوطة؟ معليش تعاود لنا وبصح حدي لي مين ما فهمتيش واش من سطر صح. السطر الاول مفهوم ياك يا جماعه جبناه انطلاقا من شكل الاس. السطر الثاني غير شرط وكتبت لكم كل لون مغاير باش تفهموا. السطر الثالث مين جبتها؟ جبتها انطلاقا من شكل الشكل الجبري هذا. هاي انا عندي كسر يفرقتها هذا مثلا تعطيني هذه على هذه زائد اي هذه مقسومة على هذه وكتبتها كذلك بلون مغاير. لاحظوا معي السطر الثاني هو الشكل المثلثي والسطر الثالث هو الشكل الجبري. درت مطابقة يعني راح يولي لي الحقيقي مساوي اللي راه بالأحمر يساوي اللي راه بالأحمر واللي راه بالأزرق من الفوق يساوي اللي راه بالأزرق من الأسفل. هذا ما كان يعني السطر الرابع والسطر الخامس. من بعد هذيك جدر 2 على 2 احنا نحتاج ويكوس كديتها للطرف الآخر ضربتها في المقلوب صح؟
وقلعناها منه وقلعناها منه، بقات لي هذه هنايا فقط. ومن بعد واش درت؟ اختزلت هاد الاثنين، نقدروا نختزلوها مع الاربعه كذلك، هذه نختزلوها هنايا وكتبتها على هذا الشكل. صايم مفهومة؟ صحيح. نمشيو لاخر سؤال. احسب قيمه العدد. احسب قيمه العدد. شوفوا يا جماعه، دائما كي تشوفوا في الاعداد المركبه تشوفوا اس، فهموا بلي راح تخدموا بالشكل الاسي. صحيح. عندي زاد واحد على زاد اثنين، واش لقيناها بالشكل الاسي؟ هو جذر اثنين اسيه اي. قاعده موفر شيخ. ها؟ مش قاعدة موفر هذيك اللي هي هي نخدمو بقاعدة موفر. ودائما واش يقول لي؟ يقول لي كي يكون عندي هذا موفر واش يكون، واش قال لي؟ قال لي لما يكون عندك زاد مثلا ك أسية اي تيت، ونديرو هنايا أس ان، وهذه هنايا كامل راح تولي لي أس ان. واش راح تولي لي هنايا؟ تولي لي ان، عفوا ك أس، ك أس ان في أسية إي تيتا، ندخلو مع هذيك الآن. نفس المبدأ بالنسبة لشكل المثلث، راح تولي لي كاوس أن، نفتح قوس، كوس أن تيتا زائد إي سينيس أن تيتا. هذا القانون تاع مور. الآن راح نطبقو حنايا، هنايا في الفكرة تاعنا. واش قال لي هنايا؟ أس 456، ها 456، وهذا كذلك 456. راح ندير هنا تساوي جذر 2 على 2، ننشر هنايا أس 456، وأسية إي نخلي هذيك 7 بي على 6، وندخل هذيك 456، هي في 456. بون ثم جمعها بالآلة حاسبة، 456 في 7 مقسومة على 12. حسبوا لي هذه بالآلة حاسبة، واش ما تعطيوهاني على شكل كسرة، ما تعطيوهانيش على شكل. ميتين وستة وستين على واحد، أي يعني 266. سير 266 هكا. ايه 266. بون قلنا هنا تساوي جذر 2 على 2 اس 456. ممكن هنا نديرو كوس، شحال لقينا؟ 266 بي زائد اي سينيس 266 بي كذلك. لاحظوا معايا، شتو 266 بي؟ نقدروا نكتبوها من الشكل 2 في عدد في بي، هذاك العدد هو 133. صحيح. مباشره نسميوها حنايا 2 كاب. واش فهمتكم قبيله كي نرسموا الدائره المثلثيه نتاعي؟ 2 كاب وين راني؟ راني في هذا المكان هذا، وفي هذا المكان هذا الكوس يولي يساوي الواحد، والسينيس اجمعها كنديروا له الاسقاط على محور التراتب نتاع شحال؟ زيرو. فهمنا قبيله كي نكونوا في هذا المكان معناتها عندي عدد حقيقي موجب، صح ولا لا؟ ومعاي استاذ كانت عندنا 267 بي، باش نعوضوا هذيك الدو كابي. صح، دوك نشوفوا هذاك المثال، تبعوا معي في هذا المثال. صح شو. فهمنا هذه شابه تسقسيك على بديت منه، على ما يكون زعما في الدويرة في الدائرة. ها علاش ديت هذيك البلاصة هذيك ما ديتش بلاصة أخرى؟ أيوة يا أخي شرحت لكم قبيلة. خصكم هاد الدائرة المثلثية توليو تاكلوها على بالكم. شوفوا معي، عاودي حنا ما نقولهم الشيخ، هذيك هي برو. كي رسمت لك هذا الخط، هذه الزاوية هنا شحال تمثل لي مع محور الفواصل؟ صفر. ده زيرو، هاي زيرو زائد 2 كابي. هذه علاش بديت هذه النقطة هذه؟ خاطش حنايا راه عندنا من الشكل 2 كابي، فهمتني؟ يعني مثلا هذيك 266 بي واش معناتها؟
معناتها انسان يجي يضرب دوره كيما هكذا هي 2 بي يعاود يضرب 130 133 دوره كي يضرب 133 دوره راح يطيح في هذه البلاصه هذه هنا على بالي هنايا على بالي هنا باللي عدد حقيقي يعني تساوي الواحد يعني عدد حقيقي موجب يعني الكوس هذه راح تولي تساوي الواحد والسينيس هنا يساوي الصفر ممكن كيفاش تفهموها باش تلقاو الكوس ديروا الاسقاط على محور الفواصل ها تعطيك هذا اللي هو هنايا واحد اما محور التراتب اللي هو هذا هذه النقطه هذه كون ندير لها الاسقاط على محور التراتب هي يساوي صفر فهمتني اذا هنا راح تساوي صفر وهذه تساوي واحد اذا كنتيجة نهائية راح تعطيني جذر 2 على 2 لكل اس 456 مباشرة ممكن بعض الاحيان يقول لك بين ان هذا العدد يقول لك هكذا حقيقي موجب ها لقيناه باللي حقيقي موجب ها هو اكبر من الصفر بون وحده فيكم سقساتني على قالت لي كونيكسيون مشات لها كيفاش درنا القانون هذاك شوف هذا موفر واش يقول لك لما يكون عندي زاد يساوي ممكن ما نديروش قيمه ها نسميوها كا اسيه اي تيتا حيث هذا كا هي طاوله نتاع زاد لما ندير هنايا اس ان وهنا كذلك ندير اس ان واش راح تعطيني كنشر راح تعطيني كا اسيه اي تيتا هنا تعطيني اس ان هذيك الان راح تدخل لي هنايا في وسط الاسيه على الشكل الآتي ممكن نكتبوها على الشكل المثلثي نفس المبدا قوس تيتا زائد اي سينيس تيتا هذيك الان هذيك تدخل لي في وسط القوس مثلا هنا وتدخل لي كذلك في وسط السينيس هذا معك سي بون جماعه الخير ايه الصوره راه تتضح شويه وين راهي مليح نشوفوا تمرين اخر ولا عييتوا زيدوا شيخ نشوفوا هاد التمرين راح نبقى بشويه نبقاو نصعبوا هكذا باش نخلعوش كيما يقول هادو فقط هادو اللي رانا نحلوهم يا جماعه دوكا تمارين بكالوريا انا دائما نفضل انكم اول حاجه تحلوها كملوا لي التمارين تاع البكالوريا ولو كان تقدروا بعد ثلاث شعب كملوهم من بعد روحوا شوفوا التمارين الخارجيه لان التمارين الخارجيه بعض المرات يكون فيها افكار جامي يطيحوا في الباك وجامي يطيحوا في الباك هذه باش تفهموها والسلام عليها قلت لكم حلوا البكالوريات هكذا باش تديو نظره على البكالوريات واش راح يكون اذا المستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس او اي في اي و في حيث هذوك اشعه الوحده حل في سي المعادله زد مربع ناقص 2 زد زائد 4 بالمناسبه الحصه تاع البارح اللي ما درناهاش راح نديروها غدوه ان شاء الله على 10 تاع الليل راح نديروا فيها الاقمار ندخلوا فيها الميكانيك البارح تعذر كما يقول لك بون نديروها الحد باش ما نزيدوش ناجلوها اذا الحل دائما نجمع دالتا تعرفوا دالتا المختصر ولا ما تعرفوهاش ايه داك تاع المجموع تاع العوامل هذا بون دالتا صح معليش خلينا غير في دالتا السنة دالتا المختصر لما يكون عندي بي زوجي على كل خلينا نخدموا بدالتا عادي اذا قلنا بي مربع ناقص 4 في ا اللي هو هنايا 1 السين تاعي اللي هو 4 نفس المبدا 4 مربع اللي هي 4 ناقص 16 راح تعطيني ناقص 12 ثم دائما كي توصلوا لهنا اكتبوا لي 12 اي مربع لان الناقص واحد اللي هي اي مربع ايه كيفاش المختصر المختصر كي تكون هنا عندي هذه هنايا بي زوجي دالتا واش هو راه يعطيني بي على 2 واش هو هو واحد مربع هذيك الربعه ما نديروهاش نديرو مباشره ا في سي راح تعطيني هنايا ناقص واحد ناقص أربعة اللي هي ناقص ثلاثة اللي هي ثلاثة إي مربع نسميوه دالتا فتحة من بعد زاد واحد وزاد اثنين نتوما كيت هنا واش قال لي ما قاليش هاي ونسمي هنا شوف دائما نجمع كيقول لك حل ركزوا كما قلت لكم هنايا ما راه الشرط كيما يكون الشرط حلوا كيما تحبوا بصح كي يكون شرط ركزوا معه إذا نتبعوا بالدالتا اللي تعرفوه نتوما ناقص بي
اللي هو ناقص ناقص اثنان اللي هو اثنان نديرو زائد بون هذه كان من الامكان نديرو هنا جدر دالتا 12 اللي هي 4 في 3 يعني راح تعطيني 2 اي جدر 3 كما قلت لكم دوك تتوالفوهم مع الوقت مقسومه على 2 في 1 اما الاخر اللي هو 2 ناقص 2 اي جدر 3 على 2 في 1 هنا هاد الزوج 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 تختزل راح تولي لي 1 زائد اي جدر 3 وفي الاسفل 1 ناقص اي جدر 3 صح من بعد كي نكونوا في المختصر زاد واحد كيفاش نحسبوه ديو بعلى اثنان لقينا واحد هاي واحد زائد دالتا فتحه شحال لقينا ثلاثه اي مربع اللي هي الجدر نتاعها اللي هي اي جدر ثلاثه ما نقولوش مقسومه على اثنين ا نقولوا مقسومه على ا مباشره اللي هي واحد راح نلقاو نفس النتائج نفس المبدا هنا واحد ناقص اي جدر ثلاثه على واحد واحد ناقص اي جدر 3 وقتاش نطبقوا هذا المختصر هذا لما يكون عندي البي عدد زوج ثم تعرفوا ولا ما تعرفوش ما يهمش صح لاحظوا معي شوفوا الحلول اللي صبناهم راح نلقاهم في التمرين ها هما وما تلقاوهمش في التمرين افهموا بلي راكم غالطين هذه يعني هذاك الحل لازم تلقاوه في التمرين لان من بعد راح يسقسيني عليهم اذا قال لي نسمي زاد واحد وزاد اثنين حلي هذه المعادله اكتب العددين زاد واحد وزاد اثنين على الشكل أس نبدأ بزاد واحد اللي هو واحد زائد اي جدر ثلاثة تفهمنا نحسبه الطاولة قلنا الجدر تاع العدد الحقيقي اللي هو واحد مربع والتخيلي هو جدر ثلاثة مربع راح تعطيني واحد زائد ثلاثة اللي هي أربعة وجدر أربعة اللي هو اثنان بعد نروحوا لارجيمو تيتا قلنا نكتبوا كوس تيتا تساوي سينيس تيتا تساوي دائما قلنا الحقيقي اللي هو واحد والتخيلي جدر ثلاثة ما ننساش نقسم على الطاولة دائما تروحوا تحكموا دائما حكموا السهل فيهم ما يهمش مثلا تحكموا الكوس يساوي نصف تروحوا تضغطوا على شيفت ومن بعد كوس باش تظهر لكم هذه كوس موانزا ديروا 0.5 اللي عندها بالدرجات راح تخرج له 60 هذه 60 هذه ممكن اللي ما يعرفش يحول يدير 180 مقسومه على 60 راح يلقى 3 اذا بي على 3 زائد 2 ك بي صح خي قبيله فهمتوني كيفاش لما تكون بالناقص وهذه فهمتوا الفكره ما نعاودوش مثال اخر هي صح إذا قال لي الشكل الأسي إذا لقينا باللي زاد واحد اللي هو الطاولة قوس الزاوية اللي هي بي على ثلاثة زائد اي سينيس بي على ثلاثة هذه كي نكتبوها على الشكل الأسي ما هي إلا اثنان أسية شحال أسية بي على ثلاثة من بعد لاحظوا معي وش هي العلاقة ما بين زد ا عفوا زد واحد وزد اثنين واحد لقيناه واحد زائد اي جدر ثلاثة وواحد ناقص اي جدر ثلاثة اكو تلاحظوا باللي التخيلي راه معكوسين اذا مرافق اذا زد اثنان ما هو الا زد واحد بار صح ولا لا اذا هنا مباشرة بلا ما تعودوا كامل الحساب ديروا اثنان فسحوا قوس كوس تبقاو تعكسوا يعني الزاوية ردوها بالسالب ناقص بي على ثلاثة يعني ماشي تردوها بالسالب تضربوها في السالب بالامكان تكون سالب من قبل كنتيجة نهائية ناقص اي بي على 3 واش معناتها الشكل الاسي يعني انت هذا وراك حاضر شكل الأسية كي تكون مكتوب بالأسية دوك من بعد نحط الحصة في اليوتيوب اللي ما شافهاش من البداية يعاود يشوفها كملوا قال لي A B و C هي النقط من المستوي التي لواحقها على الترتيب زد B أعطاهاني وزد A أعطاهاني وزد C كذلك أحسب الأطوال A B A C B C استنتج نوع المثلث نتاعي نبداو بعدا بابي
أبي بما أنها طويلة كي يكونوا في الأعداد المركبة دائما ديروا ديروا ني طويلة تاع النهاية ناقص البداية، يعني زاد بي طويلة تاع زاد بي ناقص زاد أ. من بعد نعود مباشرة زاد بي تاع إيش حرا عاطيني اللي هو واحد زائد إي جدر ثلاثة ناقص زاد أ. واش هو؟ دائما نخدمه بالأقواس باش ما تغلطوش في الإشارات. واحد ناقص إي جدر ثلاثة، نبلع القوس نتاعي. واش راح يصرى هنايا؟ راح تعطيني واحد زائد إي جدر ثلاثة، كي نشرو الناقص تعطيني ناقص واحد زائد إي جدر ثلاثة، راح يختزل هذا مع هذا، وإي جدر ثلاثة زائد إي جدر ثلاثة هو اثنين إي جدر ثلاثة، والطاولة تاع هذا تاع 2 اي جدر 3 هي نفسها. دائما شوفوا كي يكون عندي اما تخيلي صرف او حقيقي الطاوله هي نفسها هذيك، يعني في الحاله تاعنا نقلعوا فقط الاي، يعني تعطيني 2 جدر 3 ها هو ا بي. من بعد واش نمشيو نحسبوا؟ نحسبوا اس نفس المبدا، طاوله تاع النهايه ناقص البدايه. زد سي عطاهني ننشره اللي هو 5 على 2 زائد اي جدر 3 على 2 ناقص زد ا. بما ان الناقص انا حاسبينها من قبل راح نكتبها مباشره اللي هو ناقص 1 زائد اي جدر 3. بون نزيدو نحسبو، ممكن نمحيو منا ونعقدوا معي بلي الزاوية هي بي على 3. قول لنا 3 على 2 زائد أيوة هذه هنايا، هذه هنايا قلنا ممكن نحوطها 2 على 2، وهنايا كذلك 2 على 2. 5 ناقص 2 اللي هي 3 على 2، والإن تاعي عندي جدر 3 زائد 2 جدر 3 يعني 3 جدر 3 3 اي جدر 3 يعني 3 جدر 3 ما نخرجوا يعني مشترك. ايه ماشي مشكل نخرجوا هذيك 3 على 2 كعامل مشترك، نقدروا نخرجوها كامل من قيمه مطلقه يعني عاديه. قول لنا 1 زائد 3 جدر 3 جدر 3، اذا راح تعطيني 3 على 2، وهذه واش راح تعطيني هنايا؟ تعطيني الجدر تاع واحد مربع زائد جدر ثلاثة مربع هكذا ياك. تعطيني واحد زائد ثلاثة اللي هي أربعة، جدر أربعة اللي هي اثنان، تعطيني ثلاثة على اثنان في اثنان، نختزلوا هذه مع هذه شحال تبقى لي؟ إذا راح نكتب هنايا أسي يساوي كلاس. بقى لي بي سي زاد سي ناقص زاد بي. نفس المبدأ 5 على 2 زائد اي جدر 3 على 2، عندي البي هو 1 زائد اي جدر 3، كي ندخلوا عليه الناقص راح تولي لي ناقص 1 ناقص اي جدر 3. نفس المبدأ هذه 2 على 2 وهنا 2 على 2 راح تعطيني 3 على 2، ومن بعد اي جدر 3 على 2 ناقص 2 اي جدر 3 على 2 يعني راح تبقى لي وحده اي جدر 3 على 2. هنايا ممكن نخرجوا نصف كعامل مشترك، تبقى لي 3 ناقص اي جدر 3 تولي لي 3 مربع اللي هي 9 ناقص جدر 3 مربع اللي هي 3، وتولي لي هنايا 12، و 12 تفهمنا بلي 2 جدر 3. نعم اختزلوا هذه مع هذه تبقى لي جدر 3. دي ممكن نحن نعاودوا نكتبوهم كامل هنايا، هذه تفهمنا بلي هي 2 جدر 3، ا سي هي قلنا 3، بي سي واش هي؟ جدر 3. مفهوم واحد الان يا جماعه؟ رانا غير حسابات فقط. يلا بعد واش قال لي؟
استنتج نوع نوع المثلث A B. استنتج نوع المثلث A B C. وش حبيت ندير؟ حبيت نرجع هنا الملخص، نمحي عليا هذه من هنا. بون، انواع المثلثات واش عندي؟ عندي متقايس الاضلاع يا yeah. وعندي متساوي الساقين، وعندي القائم، وعندي قائم ومتساوي الساقين. الا ما شيت واحد فيهم راح يخرج علي كيفي. هادو هما انواع تاع بون. هذه لازم تعقلوا عليها جماعه. باش يكون عندي مثلث متقايس الأضلاع لازم زوج تاع الشروط. واش هما؟ لازم واحد زوج تاع الضلعين يكونوا متساويين، مثلا AB يساوي AC، والزاوية اللي بيناتهم في الحالة نتاعنا هنا اللي هي ممكن نسميوها BAC لازم شحال تكون الزاوية؟ 60 درجة. احنا من ذاك رانا نخدموا بالراديان اللي هي بي على 3. صحيح. ايضا واش معناتها متساوي الساقين؟ لازم طول اضلاع ثلاثه متساويين. لا متقايس الاضلاع، لا يعني الاولى نبرو، يعني طول الضلعين متساويين. هنا طول الضلعين متساويين، وايضا الشرط الاخر واش هو؟ تقايس زاويتين. اما يكون عندي فقط ضلعين شوف متقايس الاضلاع لازم هاد الزوج شروط مع بعضه. اما في متساوي الساقين لازم فقط واحد فيهم يكون محقق. الا تحقق لي واحد فيهم صيب. اما القائم لازم زاويه تكون شحال؟ بي على 2 اللي هي 90 درجه، او نظريه فيثاغورس يعني AB مربع زائد AC مربع يساوي BC مربع. وأخيرا لازم تكون زاوية P على 2، وأيضا ضلعين متقايسين باش يكون عندي مثلث قائم ومتساوي الساقين. علاش قلت لكم هذه الفكرة؟ نرجعوا للتمرين تاعنا. بون هاني هنا. أيوا شوفوا معي، اسكو الاضلاع بثلاثه متقايسين؟ لا لا معليش اللي تلفت له يركز هنايا ورانا نديروا مراجعه. بما ان ثلاث اضلاع ماشي متقايسين يعني قلعنا فكره ان المثلث واش به متقايس الاضلاع. من بعد اسكو ضلعين متقايسين؟ لا. لا يعني قلعنا فكره انه متساوي الساقين. واش بقى لي؟ بقى لي مثلث قائم. هنا مثلث قائم نسيو نطبقوا نظريه فيثاغورس. واش نربعوا كل واحد، نربعوا كل واحد فيهم ونشوفوا واش كاين علاقه بيناتهم ولا لا. 2 جذر 3 كنربعوها راح تولي لي 2 مربع اللي هي 4، جذر 3 مربع اللي هي 3، 4 في 3 اللي هي 12، و AC مربع هذه 9، و BC مربع اللي هي جذر 3 مربع اللي هي 3. واش راكم تلاحظوا؟ عندك الابي كبير. ايوه يعني رانا نلاحظوا الابي مربع واش يساوي لي؟ اسي مربع زائد بي سي مربع. ايه شوفوا هذا المجموع، شوفوا الحجم اللي راه يتكرر. ايوه حسب نظريه فيثاغورس نشوفوا العدد اللي راه يتكرر. اذا نقولوا باللي ابي سي